مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. هنتابع معاكم كل القضايا والمشاكل والأزمات بحثا عن حلول لها في كل محافظات مصر. هيستوقفنا في البداية الحادث اللي تعرض له أحد الشباب طالب في كلية الهندسة. القضية كمان متعلقة بطموح شاب ومتعلقة بحاجة لازم الناس تستفيد منها جيدا، وهي البيع والشراء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت. كان في حادثة قبل كده، واحد بيبيع بيشتري العربيات وكان قتل أحد المواطنين بسببها. ليه؟ لأنك أنت هنا بتتعامل مع شخص أنت مش شايفه، لا يوجد له عنوان ولا مكان محدد، والتكنولوجيا خلاص هتتمشى مع التكنولوجيا، والناس خلاص بيقولك والله ده أنا ممكن أعمل كل حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحسن النية الشديد بيدفع البعض إلى أنه يتعامل بهذا الشكل، وناس كتير بتشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي في كل شؤون حياتها يعني، وما بتاخدش بالها في حاجات كتير، سواء في وجهات نظر بتبدأ أو حتى في أمور شخصية، ولا كمان في بعض عمليات البيع والشراء. خلونا نركز على البيع والشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الإنترنت، إنك ممكن تبيع وتشتري أي حاجة، وفي ناس خلاص بتعمل ده، وده الحقيقة له عملية منظمة في كل دول العالم، التجارة الإلكترونية، ولكن هناك قوانين بتنظمها وهناك قواعد بتنظمها. في مصر مفيش قواعد، والناس عندها دوافع حسن النية ما بتسألش عن أي قواعد. لكن كمان لما يضيع مننا شاب في عمر الظهور وكان الحقيقة يعني رايح يشتري التاب على اعتبار أنه عاوز يحقق طموحاته وعاوز هيحتاجه في شغله وهيحتاجه في دراسته، وقاعد يجمع الفلوس 25,000 جنيه علشان يحقق هذا الطموح، وفي النهاية لا يرجع بالأيباد ولا هو يرجع، ويموت ويضيع بشكل الحقيقة تضع علامات الاستفهام أمام حوادث من هذا النوع. المهم نستفيد منها، المهم نتعلم منها، المهم اللي حصل لأحمد ما يحصلش لناس تانية، والمهم كمان اللي حصل لأحمد ما يعديش، يبقى فيه قصاص عادل. يعني شاب طموح جدا، وتشوف الولد في عينيه حتى التطلع للأمل والمستقبل، وعنده حسن نية شديد، بيشتري وبيبيع أو عايز يشتري على مواقع التواصل الاجتماعي علشان ياخد التاب ويشتغل بيه ويدرس بيه يعني. تعالوا نشوف المأساة ونشوف إزاي ممكن نستفيد منها، وإزاي كمان نعاقب اللي يعمل كده، لأن ده الحقيقة بيحدث كثيرا، وبيحدث بقى بوضوح شديد في حاجات تانية. يعني في بيتم أحيانا العبث بأحلام بنات والعبث بأحلام شباب، كل ده على المواقع الإلكترونية. مفيش مشكلة إنك تتفاعل مع التكنولوجيا، ومفيش مشكلة إن يبقى عندك حسن النية، لكن لازم يبقى في قواعد بتنظم ده. إنما الناس تضيع كده. قبل كده قتل أحد المواطنين أيضا لأنه كان بيبيع سيارته، وتم التعارف على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابلة اتقابلوا وقتلوا، وكنا تناولنا معاكم هذه الواقعة من قبل. تعالوا نشوف أيضا ضحية جديدة من ضحايا التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بلا أي ضابط، بلا أي قواعد تنظمها سوى حسن النية وطموح شاب كان عاوز كل أحلامه أنه يجيب الآيباد ده عشان يشتغل بيه ويدرس بيه. واتصل بناس معقول اتفق معاهم على لاب. محمد حب أنه هو يغير اللابتوب ده عشان هو بيبحث عن التفوق والتقدم. يعني ايه مستقبلي دي حكايه 25,000 جنيه؟ ده اثار الدم والعنف بتاع المجرمين اللي هم تكاتلوا على محمد. المنظر كان فظيع. كان كله دم.
تسبب أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت في مقتل طالب هندسة بعد أن تم استدراجه بغرض السرقة. اللي حصل ان هو اتصل بناس معقول لي اتفق معاهم على لاب، او اعتقد حاطه سعر مغري عشان محمد دوت يعني ما شاء الله عليه ذكي جدا، وكان عمره ما وقع في غلط، فهو اكيد حطوا حاجه اغريته في ريفيو في حاجه متفقين مع موقع ما نفهمش والله اعلم. فهو لما شاف الحاجه مغريه جدا والسعر كان مغري فراح معاهم، راح قابلهم في المنطقه اللي هي شيرتون ديت، فصدقوه شويه شويه يلا اعتقد يعني اللي حصل اعتقد. فلغايه لما حصل اللي حصل احنا من الساعة 9 لغاية الساعة 1 كده ما نعرفش هو فين، بنلف حوالين نفسينا واهله في كل حتة في المنطقة، لغاية لما الساعة 1 جالنا مكالمة بقال الله ده اثار الدم اللي على الحذاء بتاع محمد ده كل ما تبقى من محمد. شفت بطنه مع زي ما تكون متفتحة يعني فيها كذا طعم وفيها زي طلع. كان بيحوش من فترة بس ما كانش قادر ان هو يجيب المبلغ ده، فوالدته باعت ذهب وكملت له المبلغ لما عرفت ان هو طلع من الاوائل في النص الاولاني من الكلية. كان دايما بيحلم ان هو يكون عنده لاب بامكانيات معينة، وكان بيحوش ليه بقاله فترة يعني، فهو كان من هو من الناس اللي بيحبوا يشتروا الحاجات اونلاين يعني، فكان بيتعامل دايما مع اوليكس مش اول مره يكون بيتعامل يعني. كان في تعامل صادق، كان في تعامل على طول يعني. لان هو موقع مشهور سواء لمحمد او غير محمد، فهو يعني يمكن الموقع نفسه عشان ما فيش عليه ضبطيات او مفيش رقابه عليه ان في واحد يعني ممكن الواحد يعمل مثلا ايميل او يسجل باي رقم ويخش وهمي وارقام وهميه ويبدا ان هو يرتكب بعض الجرائم اللي حصلت مع المرحوم محمد. يستدرج اي واحد، ممكن يستدرج بدل ما هو واحد واحده. كان حلم حياته ان هو يعمل فيديوهات تمام، وكان اللاب ده هيساعده في الحاجه دي. هو كان بيحقق حلمه. بنطلون ملطخ بالدماء، دم محمد لم يجف من عليه حتى الان. محمد قوم معاهم ده اللي بان في ايديه. انا مسكت ايديه ايدين مت. ايه اللي في الايدين بقى؟ الضوافر يعتبر طالعة، فشلوه بضربتين في ظهره، في طعنتين في ظهره تمام انا شايفهم بعناية، وفي طعنة في بطنه، وتقريبا في طعنة في وسط البطن بس هي مش باينة مع التشريح. انت رحت مكان الحادث، مكان الشارع نفسه عامل ازاي؟ وصف لي الشارع كده اللي كان فيه الجثة. لا، شارع اسفلت في الشمال واسفلت الناحية التانية، وفي جنينة عالية. الجنايه عليه دي هو موجود فيها. في صدمه يعني كبيره جدا جدا على زملاء محمد، يعني ما حدش متوقع هذا الحادث البشع اللي تعرض ليه محمد. كان طالب في كليه الهندسه، كان متفوقين الهندسه، وكان كل الناس تشهد له بحاجه زي دي، وكل واحد فينا عارف كلنا تعبنا قد ايه، وكل واحد تعب في حياته قد ايه، وكل واحد كان عنده هدف قد ايه في حياته عايز يوصل له قد ايه. المجتمع ان ازاي حد يفكر بس ان هي حياته واحد، هنا حياة واحد عشان حتى 25,000 جنيه. 25,000 جنيه دي يعني ممكن كانت تكون قدامه بعد كده في العمر حاجة قليلة جدا، لأنه كان مستقبله كان مشهود إنه هيكون ليه مستقبل عالي. يعني إيه مستقبله يدي عشان 25,000 جنيه؟ طبعاً المأساة يا جماعة فيها أبعاد مختلفة، وهنشوف معاكم بعد شوية نماذج لضحايا للنصب الإلكتروني من خلال الإنترنت. محمد مش هو فقط الضحية، ربما يعني هو ضحية سلط عليها الضوء، لأن المأساة كبيرة جداً. يعني شاب في بدايات حياته وطموح، وكل اللي كان بيحلم بيه انه يجيب اللابتوب ده الحديث اللي هيخليه يشتغل عليه كويس، وقاعد بيحوش الفلوس وبعد كده ما يضيع مننا بهذا الشكل. تعالوا نقول للناس على الاقل يعني خدوا بالكم، في كتير بيحصل بيع وشراء بالشكل ده. قابلني في المكان الفلاني، وطبعا احنا
يعني عندنا حسن النيه، يعني الناس حسن نيه كبير يعني، وبعد كده بتتم الجريمه يعني، لانه معاه فلوس، واخد معاه فلوس عشان 25,000 جنيه، وهيعمل ده يعني اللي ارتكب هذه الواقعه بيعملها مع ناس ثانيه كتير، اللي هو كيفيه اصطياد الناس من مواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا نشوف ازاي ناخد حق محمد، ويبقى اللي حصل لمحمد يكون يعني على الأقل منهيا لهذه الظاهرة والناس تستفيد منها. والدة محمد معايا يا مدام كاميليا. مدام كاميليا، الباقية في حياتك ربنا يصبرك. شكرا أوي. شكرا. ربنا يصبرك، ويعني الناس كلها متعاطفة جدا مع محمد لأسباب كتيرة، يعني شاب ناجح وطموح. عايز اسالك، انا اسف يعني هندوس شويه على المواجع، انا اسف ان انت في حاله صعبه، بس علشان كمان حق محمد ما يضيعش، والمجتمع ازاي يتفادى جرائم بهذا الشكل. قولي لي، محمد ما اداش خالص اي احتمالات لان الناس اللي هيشتري منها دي تكون نصابه او تكون ممكن تعمل فيه حاجة؟ كان مسلم أمره لله، كان مسلم أمره لله، وما في نيته أي حاجة وحشة. كان مسلم أمره لله ومش في نيته أي حاجة وحشة خالص. هو طالب في كلية الهندسة؟ أيوه. في سنة كام يا أم محمد؟ سنة تالتة. في سنة تالتة. سنة تالتة. وهو كانت أحلامه كلها إنه يجيب اللابتوب ده. من ساعة ما دخل الكلية هو كان بيحلم ان يجيب اللاب علشان، او كمبيوتر عادي بس امكانياته تكون عالية علشان خاطر دراسته والحاجات اللي بيعملها. واول ما ربنا سمح بالظروف ان هو يقدر يجيبه، اراد ربنا باللي حصل. اراد ربنا باللي حصل. كل شيء مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن الاسباب اللي على الارض هي مسؤولية البشر، ولازم الناس تتحاسب يعني على اللي حصل. لازم ينتقم منهم ربنا، ينتقم منهم ربنا. قالوا لك ايه اللي حصل بقى يعني؟ هل وضحوا لك الجريمة حصلت ازاي بشكلها النهائي؟ لا، للأسف هم قالوا لي ان هو تقبلين من الشهداء والوفاة والكلام ده، بس ما قالوليش ايه اللي حصل. بس من الكلام قدامي والأحداث اللي بيقولوها فهمت ان هو الطعن من كل حتة في جسمي. حبيبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هم عاملين حسابهم انه اول ما يجي هيقتلوه وياخدوا الفلوس. ده شيء طبيعي وباين خالص يعني، لأنه هو رايح بصفو نية، لا معاه حاجة ولا محتاج أكتر من الفلوس يسلمها وياخد اللاب، مش أكتر من كده. بس الغدر بقى جواهم يعلم به ربنا. ربنا يصبرك. أنا شايف يعني محمد، حسبي الله ونعم الوكيل. محمد شاب يعني طموح جدا، وواضح إنه ناجح جدا في كلية هندسة في تالتة، يعني واضح انه يعني بيحلم انه كان يتخرج ويبقى مهندس في يوم من الايام، وعنده طموح شديد، وكمان بيقولوا انه كان بيعمل برامج تلفزيونيه، كان نفسه يبقى مذيع يعني على النت. هي فعلا بيعمل فيديوهات كوميدي وحاجات كتيره قوي يعني، بحيث انه يوعي الناس ويفهمهم. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا مدام كاميليا على كل حال. الحمد لله. وان شاء الله يتحقق لك القصاص العادل. انا عارف المساله بتبقى مؤلمه جدا. امين يا رب. امين يا رب. مش طالبه من ربنا اكتر من القصاص، هو ربنا صاحب الحق والمستحق كله. لسه لغايه دلوقتي ما توصلوش لخيوط لاي حاجه تدل على المجرمين؟ بيقولوا مسكوا 2 وثبتوا معاهم الحاجة بتاعتهم ومنزلينها على النت، مصورينهم ومنزلينهم. طيب، احنا هنتابع الجزء ده اللي هو القبض عليهم
واللي يهمنا يا مدام كاميليا انه يعني محمد بالتأكيد شهيد، لانه مات غدرا بهذا الشكل. والحقيقه شاب طموح كان بيشتري حاجه عشان يحقق طموحاته وينجح، يعني ان شاء الله يعني يتحقق القصاص العادل وتكون الحادثه دي. امين يا رب، عبره والشابه وكل الناس، يا ريت كل واحد ياخد باله، يا ريت كل واحد ياخد باله وما يتخمش في المواقع دي، يا ريت يا ريت ما يكتبها على حد ابدا يا رب. وهو نازل كان قال لك انا رايح فين، رايح اعمل كذا يعني، وعنده حسن نيه شديد. لا الراجل عشان اجيب منه اللاب يا ماما في الشيرتون. اللي رايح اقابل الراجل عشان اجيب منه اللاب وهاجي على طول. بس اتاري الغدر والخيانه مستنيه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يحرق قلبهم زي ما حرقوا قلبي، يحرق قلبهم زي ما حرقوا قلبي ومدمرني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يصبرك يا مدام كاميليا، الف شكر. ربنا يصبرك ويتغمد محمد بواسع رحمته ان شاء الله، و كل محبيه كمان يلهمهم الصبر، لانه واضح يعني شاب طموح ومقبل على الحياه الى حد انه يعني يجمع بين حاجات كتير، طالب في هندسه وبيعمل فيديوهات، نفسه كان يبقى مذيعا. يعني اللي نستفيد منه في الواقعه دي يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها انزل قابلني وحبيع لك كذا او هشتري منك كذا، يعني في وقائع بنشوفها كتير.